يواصل الاقتصاد التركي حظوه في الانهيار، وذلك بسبب سياسات الرئيس التركي أردوغان المتمثلة في تدخله في شؤون كل من سوريا والعراق وعلى الخصوص ليبيا، حيث يدفع أردوغان بآلاف المرتزقة والأسلحة إلى ليبيا، والتي تكلف الدولة التركية الكثير من المليارات في ظل وضعها الاقتصادي المتأزم. انهيار احتياطي الصرف التركي وانخفاضه في البنك المركزي بشكل مخيف كلف تركيا في مطلع عام 2020 خسارة تقدر بعشرة مليارات دولار في أقل من شهر. هذه الخسائر والتي يرى اقتصاديون أن سببها الأول والأخير هي سياسات الرئيس التركي. مخططات أردوغان لتعويض ما خسرته تركيا لم تكن كما كان يتوقع، حتى بعد توقيعه اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع حكومة السراج، والتي يهدف منها للتنقيب عن الغاز في هذه الحدود، حيث جاء الاعتراض الدولي على هذه الحدود الوهمية ليقف أردوغان عاجزا في التنقيب عن الكنز الذي كان سيعوضه عن الخسائر التي ألحقها باقتصاد تركيا. ضغوطات يشهدها الرئيس التركي في ظل وضع اقتصاد بلاده المنكمش وفشل خططه المتمثلة في التنقيب عن الغاز في المتوسط جعلته يسرع هو ووزير ماليته للدوحة ليطلب مزيدا من الأموال ثمنا لفواتير زعزعة أمن المنطقة التي تشرف عليها قطر، فواتير حرب تكلف كثيرا لم يعد لأردوغان القدرة على تسديدها، خاصة وأن خزائنه قاربت على النفاد.